في الفيديو ده عايز يتكلم عن سؤال اللي هو البرمجة. هل البرمجة هي علم، يعني انت بتتعلم البرمجة وخلاص، ام فيها جزء فني؟ السؤال ده ممكن يقابله سؤال تاني، هل كل خريج من كلية الفنون الجميلة هو حيكون رسام أو فنان، ولا في حاجة ربنا زرعها فيك أو صفة موجودة فيك بالإضافة للعلم اللي درسته؟ اللوحة اللي بيرسمها الرسام زي البرنامج اللي بيصممه المبرمج، يعني ممكن تكون في لوحة جميلة جدا، وكذلك في البرامج ممكن أطلب من 10 أشخاص يصمم برنامج معين، كل شخص بيصمم بطريقة مختلفة عن الثاني مع أنهم كلهم دارسين نفس لغة البرمجة. لذلك أعتقد ما كل خريجي الحاسب هم حيكونوا مبرمجين. نلاحظ من خلال التجارب أن الخريجين يمكن 10% فقط من الخريجين هم يعني نجحوا في المجال البرمجي. دي أضرب مثال للدفعة بتاعتي اللي هي نحن درسنا في سكول في سنة 1988 تقريبا أو 89، درسنا أول لغة برمجة علمية اللي هي عملية اشتغلنا، اللي هي لغة باسكال. في الوقت ذاك كان الأجهزة، ذكرت قبل كده، الأجهزة ما كان فيها هارد ديسك، الذاكرة كانت كم كيلو بايت، ونظام التشغيل كان DOS، ما في ديسك توب، ما في ويندوز، ما في جرافيكس، ما في ماوس. وفي الوقت ده احنا كتبنا، يطلب مننا، كان البروفيسور عز الدين محمد عثمان درسنا لغة باسكال وكان أبدع في التدريس، يعني لذلك دفعتنا دي خرجت كثير من المبرمجين، ليس بسبب التدريس فقط وإنما عندهم صفات طبعا وصبر على البرمجة. فدرسنا أثناء ما كان بيدرس اللغة باسكال كان ادانا assignment project كامل اللي هو اذكر انه banking system. لحد ما خلص الكورس كان كل طالب عمل banking system، لكن لو جيت نظرت لكل banking system عمل شخص بتلقاه مختلف عن الثاني. وأذكر من الناس المبرمجين المتميزين اللي كانوا معانا في دفعتنا دكتور سيد جعفر. احنا كان يطلب منا نصمم الواجب على البرنامج نعمله زي ما هو. انا بشوف في الشاشة بتاع الدكتور سيد جعفر بلقاه عمل اشياء اضافية، حتى ما كان في جرافيكس، ما في الوان، فابدع. يعني كان بيستخدم الاسك كاركتر بامر اسمه سي اتش ار، اذكر الكلام ده، فبيرسم به مربع حول المينيوز، كان بيعمل بلينكينج للكيرسر، كان يعني وكان بيستمتع بالبرمجة، استمتع بالبرمجة. يعني أنا عايز أقول إنه البرمجة لو أنت ما حبيتها وما استمتعت بها لما تتخرج ما حتكون مبرمج، ما حتكون مبرمج مميز، يعني ممكن تكون مبرمج عادي رسطوب زي ما بقول البروفيسور عوض حاجة علي. البرمجة رسطوب، لكن هي ليست كذلك، وإنما هي فن وإبداع. أيضا أذكر من الأشخاص المتميزين في البرمجة من طلابي اللي اشتغلوا معي في السوق وهم طلبة في سكول، راشد كان أول السودان أذكر، فجبته كان عندي معهد للتدريس، جاء درس الأوراكل لخريجين سكول أو خريجين عايزين يشتغلوا في السوق، هو في تانية كان بيدرس. وحتى طلبت منه يصمم نظام أبدع في التصميم الورقي، يعني الأناليسيس والديزاين أبدع فيه. طبعا أنت لما تيجي تشتغل برنامج أول شيء حتدرس أو تعرف البروبلم شنو اللي هي في جمع الداتا والأناليسيس، تصمم تحلل البروبلم وتشوف الحل كيف أحسن حل. طبعا بيكون في حلول كثيرة، لذلك برضو في فن في اختيار الحل المناسب اللي لقدام لو تغير الـ environment أو تغيرت المدخلات يقدر يواكب في العمل. فكان راشد ده مبدع في الشغل بتاع البرمجة، ولسه ما درس حتى لغات برمجة كثيرة يعني. وليس بالضرورة الناس المتميزين خريجين
الحاسوب سواء كان في أي تخصص، وهم الأوائل، ليس بالضرورة يكونوا ينجحوا في البرمجة لما يطلعوا في السوق. وعندنا أمثلة كثيرة للأوائل بتاعنا ما كانوا، ما مشوا مجال البرمجة أصلا وما قدروا ينجحوا فيه، واتخذوا مجال تاني، يا بقى أستاذ أو اشتغل في مجالات مختلفة تانية. فأيضا من دفعتي اللي بعد ما تخرجنا كان أبدع في البرمجة، أذكر ربنا يطرحهم بالخير، عبد الرحمن أغا. عبد الرحمن أغا لما تخرجنا، وشوقي أحمد دفع الله، دل من الناس اللي أبدعوا في المجال البرمجي في السوق. وحتى يعني شوقي ما زال الآن أنشأ شركة ضخمة بتاعت برمجة، وما زالت تشتغل الآن، وصمم برامج كثيرة جدا لشركات ومؤسسات حكومية وخاصة داخل وخارج الخطوط. وأذكر من القصص الجميلة اللي ذكرها لي، إنه مرة عمل صمم برنامج أو نظام محاسبي لمؤسسة، وكان اتفق معاهم على سعر، فلما صمم البرنامج وأبدع في التصميم، والبرنامج ده طلع كمية من الأموال والديون اللي تمتلكها أصول تمتلكها الشركة عند ناس تانيين، مبالغ ضخمة جدا ما كانوا عارفينها حتى، لذلك ادوه ضعف أو 3 أضعاف المبلغ اللي اتفق معاه اللي اتفقوا عليه معاه. يبقى إذن البرمجة، أنا بخاطب الآن مثلا الخريجين يا دوب اللي عايزين يشتغلوا في مجال البرمجة، بقول لك أول حاجة البرمجة عايزة صبر، وعايزة تفكير في كل الانفايرمنتس اللي حولك. يعني انت لما تيجي تصمم برنامج، بعد لما تعمل تحليل، في التحليل حقك بتفكر انه الشغل ده اللي قدام حيكون شكله كيف، ولو اشتغل في حتة تانية، ولو الداتا اختلفت، ولو ولو ولو، فتدخل تاخد كل الاحتياطات بتاعتك، وبعد ذاك انت بتصبر على الكودينج. الكودينج ما هو الا تطبيق التصميم اللي انت عملته. فاذا انت زي العمارة الان، لو جيت تبني عمارة، اول خطوة بتعمل شنو؟ بيجي المهندس المعماري بيصمم الشكل بتاع المبنى، الشخص اللي بيبني المبنى ممكن يبدع في حاجات معينة، لكن هو بيكون داخل الإطار اللي صممه المهندس المعماري، يعني المهندس المدني والناس اللي بنوا تنفيذين للخرطة اللي صممت. فإذا كان صممت الخرطة بصورة جميلة، فهيطلع المبنى جميل. كذلك التحليل بتاعك وتحديدك للبروبلم وشكل التصميم، شكل الشاشات والشكل اللي انت عايز تعمل النظام، بيجي المبرمج بينفذه كما هو. ومعروف عندنا برضه، احنا درسنا مواد كثيرة زي السيستم اناليسيس، زي مثلا الاوبريشن ريسيرش، دي كلها حاجات بتساعدك في التحليل. والمبرمج دايما لما نتخرج من لما تتخرج انت من الجامعة وتشتغل في شركة مبرمج، بيكون انت تحت شخص اعلى منك اللي هو محلل النظم. ومحلل النظم ما هو الا شخص كان مبرمج واكتسب خبرات خلته يبقى شنو؟ يبقى محلل نظم بمرور الزمن. فانت مبرمج حتترقى محلل، حيكون تحتك مبرمجين جدد. المبرمجين لو كانوا عندهم نواحي فنية بيريحوا المحلل، واحيانا يطلع من زي ما بيقولوا من النص، ويبدع في تصميم السيستم حقه. اذا انت لما تتخرج من الجامعة، او لو انت خريج يا دوب، قبل ما تحدد مسارك، هل انت عايز تشتغل برمجة ولا عايز تشتغل في مجال تاني؟ اذا عايز تشتغل برمجة، اسمع الكلام حقي ده، انت شوف النواحي الفنية حقتك. ومن أهمها، من الصفات المهمة اللي بتكون موجودة في الشخص، الصبر على الكودينج. الصبر يعني ممكن يكون عندك لاين واحد يقف معك أسبوع، هتقرأ عنه، تشوف البروبلم، الايرور اللي جات، تمشي تفتش في النت، الايرور ده بيحصل لشنو، ارجع للكودينج، شوف المشكلة وين، عدل، بعد ذاك ارجع تاني.
فانت لو ما بتحب البرمجه او لو ما بتصبر عليها ما حتنجح فيها من الان. اعرف الكلام ده، انت خلقك ضيق، انت ما بتقدر تقعد الساعات الطوال قدام الجهاز وتحلل وتكتشف المشكله، واحيانا تصمم الشغل وترجع تاني تعمل اعاده للشغل برضه مهم. من الحاجات انا اللي قابلتني لما انا بدرس لغات البرمجه عملي، من الطلبه يعني اللي قابلوني، انا مرات اطلب اساينمنت فبلقى شخص ممكن يعمل الاساينمنت دي في 10 سطور وشخص تاني يعملها لي في 50 سطر، هم في الاثنين النتيجة طلعت زي ما هي صحيحة زي ما أنا طلبتها، لكن اللي عمل الكود أو البروبلم حلها في 10 سطور درجاته بتكون أعلى من الشخص اللي حلها في 50 سطر، لأنه ده أبدع. يعني أنا بديك مثلا درست لغة جافا، فأنا أديت كل الطلبة زي بعض إنه الانستراكشن بتاعت الجافا، لو عايز تطبع حاجة بتكتب برينت، لو عايز تعمل مثلا أي حاجة عندها أمر، الأمر الفلاني بيعمل كده فلاني كده، ودينا أمثلة للكودينج، بعد ده قلنا لهم اعملوا حاجة الفلانية. فالأوامر اللي درسها ده اللي عمل حل البروبلم في 10 لاينز نفسه درس الشخص اللي عمل الكودينج في 50 لاين، لكن ده يعني استفاد من يعني في ذهنه كل الأوامر الموجودة وقدر يوظفها بصورة أفضل من التاني. كل ما كبر الكود كل ما الايرورز كترت، كل ما التنفيذ يبقى ابطأ وغيره من الاشياء دي. الان ظهر طبعا ظهرت حاجات كثيرة اللي هي بنسميها الفريم ويرك، اطر العمل دي كانت قللت البرمجة بصورة كبيرة جدا. يعني انت بدل ما تكتب الكود سطر سطر زي ما تبعنا احنا في باسكال وفي غيره، الان في فريم ويرك بتصمم انت ديزاين للشكل بتاعك وهو بيعمل جنريت للاكواد حقتك. وايضا برضو عايز صبر، لانه مثلا زي الاودو زي اللارافيل زي فلاتر كل هذه فريم ويرك ما بتحتاج تكتب كودين كتير، لكن انت عشان تستفيد منها برضو لما تيجي تصمم، طبعا هي دي وفرت علينا الاف السطور من الكود، يعني بدل ما انا امشي سطر سطر فالعمل بقى سريع، لكن لما تجي تصمم الشكل وتربط البرامج مع بعض وتظهر الايرورز بيظهر هنا فنك وصبرك على البرمجة. والاطلاع والصبر والبحث عن الحلول الافضل انت بتكون في استمرار في الدائرة دي، انت في دائرة مستمرة في المجال ده. أيضا أذكر من الأمثلة، لأن البرمجة هي جزء كبير منها فن زي الإدارة. الآن الإدارة بقول لك 80% بتجي مع الشخص مولودة معاه، يعني الشخص من طفل تلقاه في التمرين الكورة مثلا بيمسك باقي زملائه وانت أبقى كده وانت كده، تلقاه إداري بالسليقة يعني خلق كده. فالعلم الإدارة بيقول 80% يعني بيجي مع الشخص و20% مكتسبة. أنا أعتقد البرمجة نفس الشيء، ممكن تكون أكثر من 50% تجي مع الشخص إنه هو أصلا ولد يكون مبرمج، والباقي مكتسب، ممكن يدرس لغة تانية غير اللغة اللي كان مستخدمها. وأنا حاطي مثال على الكلام ده إنه البرمجة يعني بتولد من الشخص، انه عندي من طلبتي اللي هو اشتغل معي مشروع التخرج طالب اسمه محمد احمد عمر من توتي الشنباتي، يمكن ناس كثير يعرفوه. محمد احمد عمر ده هو في المتوسط كان في السعودية مع والده، الله يرحمه والده، كان والده اشترى له لو تتذكروا كان اول كمبيوتر ظهر اسمه صخر. صخر ده جهاز كمبيوتر بدائي جدا وبتوصل مع التلفزيون اللي كان عادي الابيض اسود شاشته كبيرة ده، وفيه كان لغة اسمها بيزك، لغة بيزك، وفيه درايف زي بتدخل فيه الكاسيت. فمحمد احمد عمر استخدم درس اللغة الاسمبلي بتاعت
برنامج ده هو في المتوسطة ودرس لغة بيزك واستخدم اللغتين ديل، صنع إنسان آلي من الخشب والمسامير ووصله مع الدرايف بتاع الصخر، كمبيوتر صخر، وعمل منه إنسان آلي. أنا حضرته بيستخدم البرنامج يكلم الإنسان الآلي، يتجه يمين بالعربي حتى يسار يمشي يسار، لحد ما مشى الإنسان الآلي ده والتقط كوب وجابه لنا. ده كان في المتوسطة، ما درس كمبيوتر، ما عارف برمجة، ما عارف، بس هو حب الشغل ده وفتش الكتيبات وقرأ عنها وعرف كيف يستخدم الدرايف. الدرايف طبعا فيه ذراع بيتحرك، فاستخدم الدرايف. حتى أنا سألته كيف مشيت الإنسان الآلي، قال لي أنا خليت بدي أمر للدرايف إنه يعمل ريد، لما يعمل ريد بيحرك ذراع، فالذراع دي بتحرك الإنسان الآلي، ريد أو رايت، بالصورة دي خلى الإنسان الآلي يتحرك. وبعد ذاك جنفذ نفس العمل ده بعد ما درس الجامعة، جامعة السودان، نفذ مشروع التخرج حقه كان إنسان آلي إلكتروني في الوقت ده. طبعا تعلم فتطور، الآن اكتسب علم جديد من الجامعة، فصمم استخدم الدوائر الإلكترونية واستخدم كده وعمل إنسان آلي متكامل، وحتى صمم لشركات كثيرة في السودان البرامج اللي بتفتح الباب تلقائي عندما تدخل البطاقة المغناطيسية في الجهاز متصل مع الكمبيوتر، جهاز بيقرأ البطاقة المغناطيسية بتاعتك، عنده داتابيز، إذا كان أنت من الناس الموظفين في الشركة أوتوماتيكلي بيحرك الباب فيفتح لك تدخل. فده إبداع. أنا بنصح الناس الخريجين، أنت قبل ما تدخل في مجال البرمجة لازم تعرف أنت هل عندك الصفات اللي بتمكنك تبقى مبرمج ناجح، ولا عايز تضيع وقتك في شغل في ناس كثيرين جدا ممكن ينجحوا فيه وانت هتضيع وقتك في انك هتقرأ كل مرة، هتقول لي عايز اقرأ لارافيل ما نفعت معايا، عايز اقرأ معارف جافا ما قدرت اشتغل بيها، فتضيع وقتك كل مرة تقرأ في كورس. انا اعتقد المبرمج المميز لو اديته اي لغة برمجة مهما كانت ضعيفة بيقدر بيبدع فيها ويصمم بها برامج ضخمة. وإلى لقاء في فيديو آخر.